بص يا مولانا، المتاجر المحلات مش كلها لكن اقدر اقول لك معظمها فرضت قيود على كميات لا الزيوت بس والخضر والفاكهه المخصصه للمواطن البريطاني بعد ازمه الازمه الاقتصاديه ونقص سلع كبير موجود في بريطانيا. ويعني اصبح في عندنا دلوقتي مصطلح موجود في بريطانيا يقول لك الرفوف الفارغه. طيب خلينا نسال جوه لندن الوضع عامل ازاي؟ لندن The most vibrant city، المدينة الأكثر حيوية في العالم، وضعها إيه؟ نتكلم أستاذة منال لطفي المحللة المتخصصة في الشأن الأوروبي. أهلا بك يا أستاذة منال. مساء الخير أستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. مساء النور. مهم عندنا أن احنا نعرف بعد إذنك الوضع العام في أوروبا عامل إزاي؟ والوضع تحديدا في انجلترا وصل الى اي مدى؟ الوضع الاقتصادي في اوروبا طبعا في وضع في مساله صعبه جدا بعد الحرب، لانه الحرب حملت الاقتصاد الاوروبي صدمه الطاقه. اسعار النفط واسعار الغذاء ارتفعت ربما ثلاثه اضعاف في اماكن مثلا المحرك الاقتصادي لاوروبا المانيا التي كانت تأخذ الغاز الروسي بنسب بسيطة جدا أو بأسعار بسيطة جدا، أصبحت الآن مضطرة لاستيراد الغاز من أمريكا بربما ثلاث أضعاف التكلفة التي كانت تأخذها بها من روسيا. وبالتالي الوضع الاقتصادي، طبعا أي اقتصاد عالمي لا يمكن أن يقوم بدون الغاز والبترول، هذا مفهوم. تقريبا كل شيء في حياتنا لا يمكن أن يعمل بشكل متواصل بدون الطاقة. وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهو كان ارتفاع مباغت، لأن أوروبا الدول الكبيرة بالذات فرنسا وألمانيا لم تتوقع الغازو وربما لم تكن حتى مستعدة له، وزاد الأمر صعوبة كما تعلم هو تفجير نورد ستريم 1 طبعا. والتفجير الخط الغاز كانت هناك تحقيقات بعدما تم تفجيره ولم يكشف من الذي قام بذلك، إلى أن كتب الصحفي الأمريكي الشهير سايمور هيرش الذي كان في نيويوركر كتب تحقيق استقصائي قبل فترة قصيرة قبل أسبوعين واتهم أمريكا بتفجير الخط. المهم بالنسبة لأوروبا أنها تعيش أزمة اقتصادية صعبة للغاية، لأن أسعار الطاقة ما زالت مرتفعة وكل التوقعات أن تزداد ارتفاعا، لسبب أنه أولا كوفيد 19 يتراجع، الصين تعود من جديد للعمل بكامل قوتها. الصين طبعا أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم، وعندما تبدأ الصين في استهلاك الطاقة بنفس المعدلات السابقة قبل كوفيد 19 هذا يعني أنك يجب أن تواجه ارتفاع كبير في أسعار الطاقة. طبعا نظرا لزيادة الطلب. تعاني بالتأكيد بسبب زيادة الطلب كما تفضلت، ولدرجة أن صندوق النقد الدولي توقع أنه الاقتصادات الأوروبية لن تستطيع زيادة أو تحسين معدلات النمو بأكثر من 1% خلال هذا العام. إذا هذا الوضع العام في بريطانيا. أنا لدي أصدقاء بألمانيا كانوا بألمانيا يقولون أن الوضع الاقتصادي بألمانيا صعب جدا. في فرنسا هناك كانت تظاهرات، هناك إضرابات، نفس الصورة ببريطانيا، لكن طبعا بريطانيا أسوأ كثيرا لخصوصية في الوضع البريطاني. بمعنى بريطانيا هناك خصوصية متعلقة بالمناخ في بريطانيا. بريطانيا نحن دولة باردة، وبالتالي الكثير من الصادرات الزراعية تأتي من أوروبا بالذات من أسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا، ولأن الكثير من المواد الزراعية المهمة لا يمكن أن تزرع إلا في مناخ حار ومعتدل. تقوم بريطانيا في الزراعة، بعض المحاصيل تقوم على الصوب الزراعية، لكن الصوب الزراعية تحتاج إلى طاقة طبعا، وأسعار الطاقة مرتفعة جدا. فالذي حدث أنه نحو 70% من المزارعين البريطانيين الذين كانوا يقومون بزراعة كما تفضلت الطماطم أو الخس إلى آخره، كل الزراعات البحر المتوسطية كانوا يقومون بزراعتها في الصوب الزراعية. عندما ارتفعت أسعار الطاقة أغلقوا حوالي 70% من الصوب الزراعية. أسبانيا والدول البحر المتوسطية التي كانت تصدر لبريطانيا تلك الزراعات قررت أنها لن تستطيع، لأنه أولا ارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا الجفاف أدى إلى نقص تلك المزروعات. ومن هنا الأزمة في بريطانيا، جزء كبير منها متعلق بأنه ليس هناك في أوروبا ما يكفي للتصدير لبريطانيا. لكن إذا أضفت إلى هذا أيضا البريكزيت، هذا عامل آخر طبعا. يعني
الأسبوع الماضي كان هناك الكثير من سائقي الشاحنات من بولندا يقولون إن هم إذا أرادوا توصيل أي شيء لبريطانيا عليهم أن ينتظروا في الطوابير ويظهرون بطاقات الهوية إلى آخره وإجراءات السلامة ومعايير السلامة لتوريد بعض الأشياء، وهذه البيروقراطية تزيد معاناة الدخول لسوق البريطاني، وبالتالي الكثير من هؤلاء قرروا أنهم لا يريدون العمل بسوق البريطاني. إذن عمل البريكزيت أضاف الكثير من الأعباء على الاقتصاد البريطاني. إذن هي سلسلة مترابطة من العناصر التي جعلت بريطانيا بشكل خاص الأسوأ تضررا على المستوى الأوروبي، وهي ليست أزمة طبقية في مقدمة ما ذكرته. صحيح أنه في بريطانيا هذه ليست it's not a social or class issue, it's not a class issue. يعني حتى الأغنياء في بريطانيا لا يستطيعون شراء الطماطم، لا يستطيعون شراء الخاص، لا يستطيعون شراء الجرجير، لأنه ليس متوافر بالأسوأ. غير متوافر حتى لو معاه الفلوس، غير متوافر، ليس متوافر بالمرة. وكما تفضلت السوبر ماركت وضعت زي حد أقصى شراء ثلاث حبات من الطماطم حبات وليس عناصر بالضبط كده، اثنين خيار. يعني الوضع عبثي إلى حد كبير، عبثي بمعنى أنه طبعا هذه هي إذا أردنا التعمق إلى حد ما بشكل عميق إلى حد ما في هذه النقطة، الموضوع طبعا لا يتعلق فقط بأسعار الطاقة، لا يتعلق فقط بالبريكزيت، هناك أيضا عامل متعلق بطريقة الزراعة ببريطانيا وسلاسل الإمداد. في بريطانيا السوبر ماركت هي التي تقرر إلى حد كبير السوق وكيف يعمل السوق. طيب. كما تعلم الكثير من السوبر ماركت تستفيد من الاستيراد من أوروبا وتضع ربما ضغوط على المزارع المحلي في بريطانيا، ومن هنا أيضا الكثير من المزارعين المحليين كانوا يطلبون أن تقوم الدولة بدعم الزراعات المحلية، لكن هذا طبعا حديث يحتاج الكثير من الوقت وربما التفاصيل. لا، ربما نأتي إليكم إلى لندن علشان نجري هذا الحوار. يعني أنا أحب دايما المجية لندن، بس أهم حاجة تبقى الأسعار خفيفة. لكن هنا يجي سؤال أستاذ منال إذا سمحتي لي، أنه تكلفة المعيشة في لندن زادت بنسب، يعني لو حاولنا قدر الإمكان أن احنا نرصدها، أقدر أقول أنها زادت ضعف، ضعفين، ثلاثة؟ يعني سؤال. أسعار الطاقة زادت بحوالي 50%، أعتقد أنه أكبر شيء متعب بالتأكيد. والمشكلة فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني أن الدولة كانت قدمت دعم للطاقة سينتهي في إبريل الجاري، إبريل 2023، وهذا مخيف جدا لكل البيوت البريطانية، لأنه الآن سوف تصبح أسعار الطاقة بدون دعم من الدولة تأخذ الآن أسعار الطاقة ربما 30% من ميزانية بعض البيوت. هذا كثير جدا. أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشدة طبعا، يعني 50%، اعتقد انه كل شيء في السوبر ماركت في بريطانيا ارتفع بنحو 50%. الوضع فيما يتعلق بالمورجيجز، فكره الرهن العقاري، الاقساط العقاريه، بسبب رفع اسعار الفايده في بريطانيا بشكل مضاعف خلال الاربع خمس اشهر الماضيه بعد الحكومه القصيره لليز تراس رئيس الوزراء التي بقت فقط في المنصب 40 يوم، لكن هي اوقعت بريطانيا في ازمه ماليه اضطرت الدولة لرفع أسعار الفايدة. هذا أدى أيضا إلى أنه بعض الكثير من البيوت في الواقع التي كانت تدفع مثلا رهن عقاري 1000 الضعف. هذه أزمة أخرى كارثية. أساسا هناك الكثير من الناس التي بدأت تفكر في بيع بيوتهم لأنهم لا يستطيعون دفع الرهن العقاري. هي أزمة مركبة جدا، الحرب جزء منها آخر متعلق بالإدارة المايكرو إيكونوميكس في كل دولة. يعني بريطانيا مشاكلها الاقتصادية متعلقة ربما بقرارات داخلية أقدم عليها بعض السياسيين لأسباب أيديولوجية أكثر منها أسباب عملية أو قراءة صحيحة للوضع الاقتصادي. أشكرك أستاذة منال، وأتمنى أن إحنا يعني نسمع صوتك أكتر ونطلع منك على أحوال ما يحدث في أوروبا بشكل عام وفي لندن المملكة المتحدة بشكل خاص، إلى أن نأتي إليكم في لندن لعلنا نجري مجموعة من الحوارات وساعتها نتشرف بلقائك. شكرا جدا أستاذة منال لطفي، المحللة المتخصصة في الشأن الأوروبي، محدثتنا من لندن
المملكة المتحدة.